أظن أن هذه اللمسة ستكملها. يا جدي، ما رأيك برسمتي؟ إنها رائعة والألوان متناسقة. أوه، هذه الألوان سأحتاجها. ألن تحتاج إلى فرشاة؟ ما الذي تفعله هناك؟ وانتهيت من لوحتي، ما رأيك؟ إنها جيدة. لم أنتهي بعد، سأحضر هذا اللوح البلاستيكي وأمرره للأسفل. أوه، راقب تشكل الألوان، انظر إليها الآن وأخبرني برأيك. يا إلهي، إنها واو، إنها تحفة فنية يا جدي، أحسنت. حسناً، الشريط اللاصق جاهز، سأضع هذا الطرف هنا. حان وقت بدء الرسم. أوف، إنه أصعب مما ظننت. أحتاج هذا اللون الآن بدقة. يجب أن يظل الخط مستقيماً. هذه رسمة فظيعة. أو مهلاً، لدى جدي ذلك الشريط اللاصق. المعذرة، سأستعيره يا جدي. حسناً، أحضرت قطعة من الشريط اللاصق، سأضيف إليها أقلام التلوين، والآن سألف الشريط حتى تثبت في مكانها. ستعمل هذه الحيلة وسأحصل على نتيجة مثالية. الآن سأرسم قوس قزح أفضل. رائع، نجحت، أنا عبقري. واو، أحسنت. ماذا لو جربنا هذه الطريقة مع عدد أكبر من الأقلام؟ هذا العدد كبير، ما نوع قوس قزح الذي سنحصل عليه؟ هل أنت متأكد من أن هذا سيعمل؟ لا ضرر من التجربة. هيا بنا لنرى ما سنحصل عليه. من قال إن قوس قزح على شكل قوس فقط؟ سأبدأ من هنا، ثم سأتجه للأعلى، ثم سأنتقل إلى الجانب الآخر. ثم سأعود من حيث بدأت. واو، انتهيت. ألقي نظرة على اللوحة الفنية. تبدو مثل طائر. واو، عرض خاص، لوحات فنية بأسعار مخفضة. يا للهول، كلا، شكرا. لا، رفض آخر. أوه، الشخص الغريب، النجدة، أنقذوني. اهدأ، ما الأمر؟ لا يريد أي أحد شراء أعمالي الفنية. يا جدي، ما الذي تفعله في حوية القمامة؟ ما الذي تخطط لفعله بهذه القمامة؟ ألا تزال لا تثق بي؟ حسناً، شاهد وتعلم. سأضع غطاء القدر على اللوحة، ثم سأبدأ برش البخاخ على اللوحة. هدفي هو تغطية كل اللوحة بما في ذلك الغطاء، ثم سأضيف بعض الطلاء الأبيض على الزاوية. سأملأ الفراغ بالكامل. حان الآن دور الكيس البلاستيكي، سأربط الكيس على الطلاء الأبيض لإزالة البعض منه. هكذا، ثم سأنثر بعض قطرات الطلاء الأبيض. حان وقت إزالة الغطاء، وانتهيت، اللوحة جاهزة. ما رأيك؟ واو جدي، إنها تحفة فنية، لا أصدق مدى سهولة صنعها. خذ، يمكنك عرضها للبيع. أريد هذه اللوحة، سأدفع مبلغا كبيرا. حسناً، أظن أن هذه القطعة جائزة. لا أريد التباهي، لكن أظن أن هذه اللوحة تحفة فنية مميزة، سأضعها على الحامل. واو، ما أجملها. أو فقاعات صابون، أحتاج إلى مكافأة نفسي. أجل، الكثير من الفقاعات، أنا أعشقها. مرحباً، لقد عدت. المعبرة، أوقعت اللوحة. أوه، إنها تحفتي الفنية، أفضل لوحة رسمتها. لحظة، فقاعات، لقد ألهمتني بفكرة رائعة. أحضرت عبوة بلاستيكية وسأقص جزءها العلوي. سأضع شبكة فوق الغطاء. الخطوة التالية هي سكب الصابون في حاوية زجاجية. هذه الكمية كافية، سأغمس الطرف الشبكي في الصابون. لقد علق الصابون على الشبكة، سأضيف بعض الطلاء، الطلاء الأزرق أولاً، ثم الأحمر والأصفر طبعاً، الألوان الأساسية الثلاثة. حان وقت نقي الفقاعات، سأحرص على الاقتراب من اللوحة. سأفقع بعض الفقاعات الكبيرة. انتهيت، أظن أن لوحتي جاهزة. يا حفيدي، ما رأيك بهذه اللوحة؟ واه،
كيف فعلت ذلك؟ لقد ألهمتني فقاعاتك وصنعتها لك. شكرا جزيلا يا جدي. لقد أعجبتني، الفقاعات عظيمة حقا. سأحاول مجددا، تبدو جيدة. أظن أنني انتهيت، سأقارنها بالأصل. أوه، النتيجة سيئة. هو سأتسلل خفية لأفاجئه. ستعجبه بالتأكيد. أوه، ما هذا؟ أوه، هذه رسمة سيئة. لابد أنه يواجه يوما عصيبا. أوه، هذه المصابيح جميلة، وألهمتني بفكرة عظيمة. أحضرت هذا الإطار، سأفتح ثم سأحضر هذه المصابيح الصغيرة وأوزعها داخل صندوق الإطار. وانتهيت، حان وقت إعادة الغطاء. واو، هذا رائع يا جدي. مصابيح في صندوق، ما المغزى منها؟ أو جدي، هيا دعني أريك. أحضر صورتك، وضعها فوق الزجاج. أو فهمت. واو، انظر إليها تتوهج. فهمت قصدك، يمكنني نسخ صورتي بسهولة. يمكنك إعادة إنشاء الصورة. حسناً، حان وقت المحاولة مرة أخرى. سأتتبع الخطوط البارزة بفضل الضوء. واو، كل شيء يسير بشكل رائع. هذا سهل، بقيت اللمسات الأخيرة فقط. انتهيت، أظن أن هذا يكفي. لوحة فنية أخيراً، كل ما احتجته مجرد إطار وبعض المصابيح. العفو. يا لوحتي العزيزة، أنت رسمتي المفضلة في كل الأوقات. أو جدي انتبه، لا توقع لوحة أخرى أرجوك. أنا جاد، ستكون كارثة حقيقية. ماذا لو اصطدم بها بالفعل؟ انظر، قم معطفي ملطخ بالطلاء. لوحتي، لا. يا له من كابوس، لن اتحمل حدوث ذلك. خطرت لي فكرة رائعة. المعذرة يا جدي، سأستعير مثبت الشعر. حصلت على مثبت الشعر وحان وقت العمل. سأضيف طبقة منه إلى لوحتي. يجب أن تغطي اللوحة بالكامل. انتهي، بعد أن يجف ستصبح اللوحة محمية بطبقة واقية. انظر، الطلاء ثابت في مكانه. إنها أمينة من جدي. مهلا، أنت محق، نجحت حيلتك. لا يوجد أي شيء على معطفي. من الجيد أنني أخذت احتياطي. لوحتي آمنة. رائع، أنبوب ورق تواليت آخر. تعال معي وأكمل برجي. أجل، قلعتي شبه جاهزة، إنها رائعة. يا جدي، هل أنت هنا؟ لا أستطيع العثور على نظارتي. لا يمكنني الرؤية بدونها، أنا أعمى حرفياً. توقف عن الرفرفة بذراعيك. لا، قلعتي الحصينة لقد انهارت. ذهب كل تعبي وجهدي سدى. اسمع، هذه نظارتك، خذها وانصرف. تبدو غاضباً، ماذا حدث؟ تحطمت كل أحلامي. يبدو حزيناً، مهلاً، يمكنني إصلاح ما أفسدته. أحضرت أنبوب ورق تواليت بحيث يصبح مسطحاً، ثم سأقصه إلى دوائر. ممتاز، هذا ما خططت له بالضبط. حان وقت الخطوة التالية، مسدس الغراء، سأضيف قطرة هنا على الطرف. ممتاز، أحتاج إلى حلقة أخرى. سألصق هذا الطرف على الطرف الآخر. جيد، إنها تبدو بشكل مطلوب. سأواصل الآن وأضيف المزيد من الحلقات. وهكذا صنعت دائرة كاملة من الحلقات. سأضيف المزيد من الحلقات بين الحلقات الأولى. وانتهيت، حان وقت طلائها باللون الوردي. يا جدي، انظر ماذا صنعت لك. أنا أعرف مدى حبك للفن. ماذا؟ هل صنعتها من أنابيب ورق تواليت؟ أجل، وانظر، يمكنني تعليقها على الحائط كديكور. هكذا، ما رأيك بها؟ إنها رائعة، لقد أعجبتني. ما نوع الفن الذي تحب ابتكاره؟ أخبرنا في قسم التعليقات.
ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناتنا لتشاهد المزيد من مقاطع الفيديو الإبداعية.